ازيكم يا محبي الابراج، يا رب تكونوا بخير. توقعات الجمعه الموافق 19 يناير 2024. يوم الجمعه هتبتدي تبقى عندك حياه خاصه جدا، اجتماعيه اكتر نشاط من اللي انت كنت متوقعها. حتى هيبقى عندك تجاهل كبير جدا لقضايا كتير، وهيعتبر وقتك ممتع جدا وخالي جدا من الهموم، الا ان في بعض الاحداث اللي هتتطلب منك مهمه فيها تأثرات سريعة جدا، وهتكتشف أموال كتير هتجيلك واستثمارات كبيرة جدا. بالنسبة ليك وبالنسبة لأسرتك هتحتفظ بمستندات كتير تعرف تتعامل معاها في الوقت المناسب. مش هتعرف تسيب أي طلب قدامك، خاصة لو كان بيخص مهمة عندك المنزلية. النهاردة بتاخد منك واجبات كتير في حياتك الجديدة. بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة هيبقى فيه شغل زيادة، هتبقى فيه شؤون لازم نسرع فيها في الوقت ده. هتبقى فيه أشخاص كتير هيبتدوا يحظوا بيوم رائع جدا وخاص جدا فيهم، وهياخدوا برنامجهم بشكل أولي، هيحضروا ليه وهيحتفلوا بيه. بالنسبة لكل الناس النهاردة هتبقى فيه أحداث بتخص طفل أو شاب في يومهم، لازم يحضروا ليها بشكل كبير جدا، لأن يوم الجمعة هيستنوا انهم يلاقوا نفسهم متعمدين ملتزمين على اشخاص بيعيشوا معاهم يشتغلوا معاهم بيأثروا في شؤونهم الشخصية. عشان كده مش هتعرف تحدد لو كان عندك رأي خاص فيك، او لو كان يومك بيجيله حديث مختلف. هتهتم اكتر بكل اللي بيتعلق بشخصيتك واللي هتتأثر من خلاله، هتبقى جزء مهم جدا في حياتك. هتعرف تستبعد كل المفاجآت في يومك، وهتبقى بطريقة معينة بتحب ده، هتبقى بتحتفل بيه حياتك بشكل كبير